مرحبا بك، انا متشوق على اسمع القصه ديالك. لك كنشكرك بزاف من اعماق قلبي اخويا على هذا البرنامج الرائع شرف لي والجميل اخويا، الله يكبر اللي بك. كتخلي الناس يخويو قلبهم ويحفيو مشاكلهم. والله شكرا لك بزاف 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 خويا بكر. بالعكس والله، لا مرحبا. تشفو قراص اخويا زكريا. تفضل الله يحفظك. زكريا، عاود كاع داكشي اللي دارك. الله مهم. تزاديت في واحد العائلة، ماشي نقول لك زعما فقيرة ولا عائلة ما فيهاش، كتقاتل في ديور الكرا، مصاريف. درس الوالد كان كارف، الوالد كان طالب معاش وكيمشي يجيبها من فم السباب باش يكب باش يعيشنا حنا جوج خوت. كيتقاتل على ودنا، كبرنا كنت كنقرا. ديال الدري في عمرو خويا بدر 7 سنين قرايه ما كتدخلش ليه راسو، ما باغيش يقرا، باغي يخدم، باغي يدير تجاره، باغي يدير بزاف الحوايج. درس خويا بدر انا في عمري 10 سنوات وكنمشي للمارشي، كنهز الصنادق نبيع ونشري في الملحه، كنت قاتل باش ما نقولش بابا عطيني او لا خاصني او لا هادي. درجة خويا بدر مشيت وصلت في عمر ديالي 12 عام، خرجت من القراية، مشيت اخويا خدمت في الاعراس، كنهز الماتريال، كنهز الكيسان، الطباسل، الطناجر، اي حاجة ما تتعلق بالتريتور. بشوية بشوية كتعرف كتجمع كتخدم الهدف ديالي ندير واحد البروجي ديالي نمشي فيه بعيد، هذيك الأمنية ديالي اللي بغيت ندير. الحمد لله قبل ما ندير 19 سنة ربي يسر ليا في واحد البروجي صغير ديال المقاولة، درت الطوميل اللي كنت كنبغي من صغري وهو التريتور، يعني كبرت وسط تريتور ووقفوا معي ناس. راه أكبر تريتور في المغرب ما عمرني ننسى خيرو، راه تكون عرفتي أخويا بدر بلا ما نذكر الاسم ديالو. وقف معايا واحد الوقفة اللي يقدر ما يوقفش معاك فيها أخوك. الحمد لله بديت بشوية بشوية غادي وكنكبر في البروجي ديالي ديال لي تريتو، بقيت غادي وكنحقق هذوك الأحلام اللي كنت باني غادي وكنحقق فيهم. ما علينا أخويا بدر، وصلت لديكشي اللي بغيت الحمد لله، ما بقيناش في ديور الكرا، حققت لوالدي ديكشي اللي كانوا باغين، صفتهم الحاج، يعني هذيك الشيء اللي كنت كنتمنى انا بديت كنحق. كيفاش عليك خويا بدر؟ كان عندي واحد الدري ما كنتش كنقول صاحبي او لا، كنت معتبر خويا اكثر من خويا كاع. المدة ديال فاش عاشرت معاه، المدة ديال 10 سنين كنا اي حاجة كنبغي نديرها هو اللي كنت شاور معاه، اي حاجة كنبغي ندير شي حاجة كنت شاور معاه. دارش خويا بدر ربي يسر ليا قلت لي علاش انت غتبقى خدام عند الناس تكرفص ولو حولك 2 دريال في اخر السيمانة، اجي انا غندير بروجي ديالك. شو مسكين ديال اللي بغيتي اي بروجي باغي تحلم به غنديرو لك. وقال لي انا ميكانيسيان غادي نحل شي مكازا صغيران ولا نصيب طونوبيلات. مشيت اخويا بدر خديت لي مكازا ماتريال، اي حاجه غير خصها هذاك المحل خديتو ليه. بدا خدام السيد كتب ليه كل شيء في سميتو اخويا بدر، حيت كنقول كنت كنقول راه خويا وما عمرو غيغدرني ولا غيخوني ولا غتوصل النهار اللي غيقدر يغدرني فيه او لا. ما كتبش على اخويا بدر، تعرفش على واحد الانسان بنت دربنا يعني قريبه لينا، تعرفت على أساس الزواج. مشيت أخويا خطبتها، يعني كنا عرفنا بعضياتنا قبل بعد المدة ديال ضربت معاها 3 سنين ونص خويا بدر. باقي هاديك الساعة راك عارف يعني غير غولاسيون عادية، باقي مكاين والو. صافي دازت هاديك 3 سنين ونص مشيت خطبتها من دارهم. قسم بالله خويا بدر الخطبة اللي درت لها
تمناها اي بنت المرأة، وما عمر شهود المرأة واقع لها واش دايره. انا ما درتش لها خطبة، بالعكس درت لها عرس بالعمارية، طائفة لا يساوية، بالاوركسترا، يعني ماشي اوركسترا عادية، جبت اختي سجل الخطبة ديالي. يعني الناس كيشوفها تقول عرس، وهي غير خطبة خويا بعض، تخويا بادر على وادي وسادي، بكيت للدريه بنت الناس واش كمل معايا حياتها، واحد ابختهم وشريتها كتبت عليها في سميتها. كنت غادي انا وهاد الانسان اخويا بادر مدة ديال عام ونص وانا خاطبها، قلت فما كان جو خاصنا نديرو عرسنا، كتقول لي بلاتي ندير هادي، بلاتي نكمل قرايتي. يعني قلت خليها دري انسانه باغا تكمل قرايتها، ما عنديش مشكل. انا خويا باطر مع الحكم ديال الخدمه ديالي الحمد لله، وليت كنمشي نخرج على خارج من البلاد، يعني مشي لايطاليا، اسبانيا، هولندا. قبل ما نمشي اول خرجه ليا في ايطاليا، كانت هادي ايطاليا، وجيت عندها قلت لها انت راه جاني واحد العرس في ايطاليا، غادي نمشي اين فوا غنجي، يعني غنريح فيها 3 شهور، اين فوا غنجي، غادي نجي ونتزوج ونديرو كحل في البيض بما تنتهي تكوني كملتي قرايتك. صافي انسانة قالت لي واخا، مشات تخيل معايا خويا بدر، مشات معايا المطار، ما وصلنا حتى لباب المطار، قلت لها صافي انا نخليك حتى انت رديت تدخلي معايا. بديت كتبكي، كذب يا خويا بدر، داني تشوف واحد الانسان كتبكي، راه انا وبكيت، ولا لا راه غنرجع، ماشي غنمشي انا على اساس شي حاجه، ولا غنبقاش مرة، غير خدمه عندي وغنجي. مشيت لايطاليا خويا بدر، الشهر الاول كنت مع الانسان عادي، يعني ديما الابيل، ديما ابي فيديو ميساجات، يعني كي كنفيق الصباح كنصيفط كنهضر و كنبغي نحس، وحنا بالميساجات. صافي اخويا فاطر، الشهر الاول عادي، الشهر الثاني تا هو دوزنا عادي، الشهر الاخر اخويا فاطر كنحس بالانسان غادا و هضر شي خط نقص، يعني كنصيفط لها ميساج هي اونلاين، كتجاوبني على شحال، واحد ربع ساعة ولا نص ساعة تفاش كتصيفط ليا ميساج، كنصوني ليها مبقاش كتشوف لي زابيلات ديالي. نقول مال هاد الإنسانة، واش درت ليها شي حاجة، أو لا كاين شي حاجة، ولا عندها شي مشكل مبغاش تقول ليا، مبغاش متشوشنيش. صافي يعني بغي ولات شعلت فيا العافية خويا باطر، غير إمتى نجي يا خويا للمغرب، غير إمتى وصل الوقت باش نجي. هاديك الشهر اخويا بدر هادشي كيداز عليا بحال عام اعوام وسنين. اخويا بدر جيت اول حاجه درت هي مشيت عندها لدارهم. فاش مشيت لدارهم خويا بدر كنتفاجئ بان الناس تحولوا، اقسم بالله خويا بدر شدتني واحد الصدمه، نقول اه كيفاش الانسانه ما قالت لي انا غنتحول، وقال هادشي علاش. جيت عيط للدري اللي كنت كنقول صاحبي، كنصوني عليه كنقول ليه قلت لي فينك، قال لي انا راه مسافر عندي واحد الخدمه خارجه من كازا، غادي نجي ونهضروا نجي ونتلاقاو. كنمشي للمحل كنلقى الدري ديالو، كنقول ليه فين هو، كيقول لي يلاه لقيتيه خرج غير دابا. يعني الدري اللي كنت كنقول خويا ولا كيتهرم مني، ما عرفتش كنقول اه واش يصطاري. كنجي للدار كنلقى الوالده في لون اخر، كندوي معاها اين فوا كنجبد معاها الموضوع على واش نذكر الاسم ديالها ولا بلاش. لا لا بلاش بلاش، الاحسن اين فوا كنقول لها، كنجبد معاها الاسم كنقول لها فلانه واش ما جات، كتبان لها الوالده كتخير تخيرات، كتبدا كنقول لها ماما شنو كاين، قولي ليا واش كاينه شي حاجه او لا هادي، تقول لي لا والو والو والو. قيمة قلبت عليها كازا كاملة، بقنت سولت صحاباتها، قلب مشيت عند باتها الخدمة ما كنلقاش. يعني كنقول بحال هاد الإنسان الأرض تحتقات وسرطات. شنو نقول خويا باطر،
صافي رجعت لطبيعتي يعني، وليت مشيت للمحل ديالي ليكيب ديالي، رايح في محلي خدام عادي. بقى عاقل عليها اخويا باطر، كان نهار غيتوفى الوالد في 2022 اخويا باطر، نهار 16 نهار 2022 غيتوفى الوالد ديالي بمرض السرطان، جا المرض السريع. واحد الحزن في هذيك اللحظة خويا بدر، مكدبش عليك كتولي جود تلاحى عليك المسؤولية مع نتا الكبير، وكاين خوك صغير كيقرا، الأم ديالك نتايا مريضة بمرض السكر، اللي كتقول نتا دابا الراجل ديال الدار خاصك توقف تقاتل على قبلهم وتزيد تحقق هاديك الشي باش باخي يكون فخور بك. تخيل معايا خويا بدر، جاتني في الفترة اللي كنت خدام فيها العراسات، يعني في الصيف العرس تاع جات خويا باطر خدامين، يعني انا الوالد ديالي راه متوفي وواخد العراب مع الناس، يعني ميمكنش تقول تخلي الناس وتقول لهم راه توفي الوالد ديالي، ميمكنش الناس عندهم يعني الله يكون في العون مقادين مخلصين على هذاك النهار. صافي تخيل مع مدة ديال 15 يوم على الموت ديال الوالد ديالي، غنصدم صدمة عمري، صدمة اللي فريمون خويا بهدر اللي كون غير مت وما نحضرش ليها. كانوا عندي جوج عراسات، نهار 28 في شهر 6 2022 كانوا عندي جوج عراسات، قسمت ليكيب ديالي على جوج، ليكيب بغات تمشي لعرس كاين في عين السباح وعرس كاين في ليساسو، انا مشيت في ديال ليساسفا حيت كان ديال شخصيه كبيره في البلاد ديال وكيل جلاله الملك بجهه الدار البيضاء 16. مشيت اخويا بطل الخدام واقف على شغلي هادي، حتى كيعيط ليا الجيرو ديالي كيقول ليا الو مسيو زكريا، جي دابا لعندي القاعه ديال عين السباح، راه لقيت خطيبك. تخيل معايا خويا بطل اش كيقول لك، جي راه لقيت خطيبتك، راه صافي يعني راه في داك العرس انت اللي شادو النيت. انا اللي شادو، وحيت ماشي انا شديتو، شديتو الدري اللي مكلفه ليا بالمحل، يعني انا ماشي ما كنشوفش ليك اليوم حتى نهار العرس. قال لي جي دابا راه كاين، لقيت لك خطيبتك راه كاينه في العرس. تخيل معايا اخويا بدر، راه الناس ديال كازا غيعرفوا شحال المسافه ما بين عين السبع وليساسفا، راه جاي بواحد السرعه فائقه خويا بدر، درجه درت ربع ساعه من ليساسفا لقاعه ليساسفا حتى لعين السبع، ربع ساعه وجاي بواحد السرعه شداني فرحه وخلعه وممتو كنقول كيفاش هادشي، يعني تخيل معايا خويا عماري، كنت فاجئ بأن هي العروسة عاتي، دخلت مع الدورة ديال العمارية. يعني انت تريتور ديال الخط ديال وحدة تتبغي في عرسها، دير العرس الخطيبة ديالي. أو عاتي خويا بدر معاك، كندخل كنلقى مزوزة في العمارية، والمشكلة الصدمة الكبيرة اللي زادت صدمتني هي بيمن أخويا بدر، صاحبك، صاحبي اللي كنت كنقول لي خويا، اللي درت معاه المستحيل خويا بدر وخطر. وهم علاش غادي يديروك انت بالضبط في العرس ديالهم وعارفينك؟ شوف اقسم بالله لحد الان اخويا بدر، انا غنجيك القصة وغتفهم كل شيء. تخيل معايا كتدخل كتلقى إنسانة اللي كتبغي و حققتي مع اللي كنت كتقول لها هي نور عيني، يعني أي حاجة كانت كتحل عليها فما كتلقاها، كتنوض تغدرك مع صاحبك أقسم بالله أخويا بدر بحال هزيتي شي جنوية وخشيتي عليه وسط داري،
خليت متى سالو على ماريا، مشيت عند الاوركسترا قلت ليه عفاك المايك بغيت ندوي. هزيت المايك قلت لهم مبروك عليكم الله يرزقكم الدريسه، كندوب بواحد بوريده ومنطل داخل ديالي راه شعل ربي اللي عاه. قلت لهم شوفوا هاد العرس والله ما غنتخلص فيه، الحاجه الوحيده غتخلصوا الاوركسترا ونكفوا القاعه، وانا ما عمرني نسمح ليكم لا ثانيه لا اخر. نكذب خرج وانا صافي الضبابه طاحت لي بين عينيا وبداو كيطيحوا لي شي افكار بزاف د الحوايج. اخويا بدر كنقول نمشي نقشر راسي ندير شي حاجه في راسي، اول حاجه طاحت لي في راسي هي نمشي للبار. اخويا شوف بحس بزاف ديال الناس جاتهم قصه غريبه، انا في الاول تينا جاتني شويه القصه غريبه، ولكن دابا قلبت على النمره ديالك ديجا مسجله بالتريتور بلا ما نقول لها السميه ياك، ديجا راه مسجله بالتريتور. هو يا خويا حيت بزاف ديال الناس يقولوا يعني راه قصه بحال شي فيلم، وفاش دخلت لقيت بان بصح ان الناس مسجلينك بالتريتور شي حاجه بلا ما نقول لها السميه. هو يا خويا بارك تقدرش تكمل لي يا اخويا لا اقسم زكريا، اقسم بالله اخويا بدر ما الوالد ربان على الصراحه وما كاينش الكذوب، ما كان يعني علاش غادي نطلع ونختار شي قصه من راسي باش اقسم بالله اخويا بدر اول حاجه طاحت لي في بالي وهي نمشي نشرب، مشيت للبار وما عمرني درت شي حاجه ولي راك عارف واحد قلت لك نشرب زعما باش ننسى يعني صافي ما بقات حتى حاجه كتبالي. شربت بداو كيطيحوا لي افكار بزاف ندير بزاف الحوايج لدرجه رجعت عندهم العرس وانا سكران يعني انا راسي وما عقلش عليه. قالي ولد تاني في الدار تخيل معايا خويا بدر واحد العام داز عندي كله حقد وكراهية واكتئاب سد على راسي ما بغي ندوي مع حتى حد. فاش شافوك في العرس سمعني ماما زكريا فاش شافوك في العرس كي كانت ردة الفعل ديالهم اللي غير ماسد وجههم الملامح ديال وجههم؟ نكذب عليك خويا بدر نقول لك شفت فيهم ولا يعني صافي انا ما بقى كيبان لي والو كتبان لي الضبابة الناس مريحين الناس اللي زان في يدي ما فاهمين والو علاش غادي ندوي من غير با مع جا غيشدني الله يسمح لي ضربش بلا ما نشهر يعني خرج جا عندي با بغا يشدني ضربش بلا ما نشهر خويا بدر صافي سديت عليه في بيتي ما بقيت بغا ندوي مع حد ما نخرج مع حد الكار دارش كنضرب وليت كنضرب ربعة الباكيات ديال الكار وخمسة الباكيات في النار خويا صافي ما بقيتش باغي والو كنقول يا ربي تعطيني الموت كنسد كنقول درست الماما وتناقرت معاها قلت لها ما تبقايش انت ماشي امي قلت لها انت كنتي عارفه وما قلتي ليا والو صافي خويا بدر درست دارنا ما بقيتش باغي نجي لها دارنا خرصت فاش خرج دارنا ما بقيتش باغي نجي لها سد عليا في بيتي في داري دارنا كنقول ما بغيتش نجي لها علاش وعلاش بعدا ما بقيت باغي نجي لدارنا غير باش ما نشوفهمش هما حيت لابوغتوم اللي شريت شريتها اونفاس مع الدار ديالنا اللي شريتيها اللي كاتبها لها في سميت اللي شريتيها لها هي اللي شريتها لها هي جاو سكنوا فيها نيتهما جاو سكنوا فيها والله اخويا بدر لحد الان ساكنين فيها بجوج ما حاولتيش تهضر معاهم تقدر توصل معاهم شي حاجه بحال ما نكذبش اقسم بالله خويا بدر باقي لحد الان كنقول بقى عندي واحد الحقد من شيتهم درجة كنقول كنبغي نجي لدارنا كنجي لها بالليل نريح مع الوالدة ونمشي يعني بنهار ما كنقول ما نمشيش لا علاش حيت غنتلاقى معاهم الله يحفظ يحضر الشيطان بقى انا لحد الان حقد يعني خويا بدر والمفاجأة الكبيرة خويا بدر يعني خدمت لهم في عرسهم ومشاو عند الدرية باش انا نخدم لهم في الصباح ديالهم خويا بدر اقسم بالله خويا بدر يعني بواحد الجرأة عندهم واحد البرودة ما فهمتش اقسم بالله باقي لحد الان كنقول لكم واش درت لهم شي حاجة
درت مع درت يوم وقت ما كنقول درت معاهم الخير، ما عمرني قلت لهم حتى كلمه ديال العيب، وديروا فيها هكا جايين وخدم. وحتى الدريه مشات قالت لي راه عندنا واحد اسبوع في 2023، راه عندنا واحد اسبوع باقي حتى واعر. لي دارت كامل اخويا بدر كاع، بغيتيني نوريك السكرين، نجبد لك دابا السكرينات، نجبد لك اللهضات كاملين مقيدهم عندي في الكتاب. كنقول اخويا بدر جاو عندي، جاو عند الدريه، خداو من عند الدادات ديال باهم، جيت جاو الاسبوع عادي، جات الدريه صيفطات لي لوكاليزاسيو ديالهم، قالت لي راه اختار واحد الفيلا غتبني عليهم على شكل شابيطو. مشاو الدراري اللي كيبانين تاني، تي كنمشي تاني اخويا بدر كنلقى راسي خدام في اسبوع. راه ما كدبش عليك، ما هاديك السياس باش غادي توصل تقول غادي بنتهم راه قاصحة، باش ما نبينش ليهم خويا بدر. اقسم بالله مشيت جيب جوج حواله ودخلتهم وسط الشابيطون مع الدراري، جبت عيطت على ليكيب خاصه، درت لهم هذاك الشيء ملكي، وجاو قلت لهم هادو كادو ليا البنيه، والله يجعل كلشي مبارك مسعود، وخترت راسي وخرجت. درت خويا بدر ما بقيتش كنتيق حتى في راسي، يعني شي واحد دابا يجي يقولي انت خويا صاحبي، ما بقيتش كنتيق فيه. والدي يا خويا بدر كنقول لك اقسم بالله ما بقيتش كنتيق فيهم، ما كدبش على خويا بدر، وليت كنقول يا ربي تعطيني نموت نموت وما نبقاش نشوف فادوك الناس. ما فهمت يا خويا بدر علاش الناس اللي كنبغيهم من قلبهم، كنبغيهم من قلبنا، وكنقولوا هادو من الناس اللي غادي نوصلوا معانا بعيد، كيجيو حتى لواحد المرحله وما يجي يضرك. وكيقتلوه. يعني واخا انت كدير معاهم مستحيل، كتقاتل معاهم باش تخليهم ديما سعداء، كيجيو اخويا بدر كيطعنوك وسط الدار. لدرجة أنا أقسم بالله خويا بدر ما بقيتش كنثق في البنات، لدرجة مرض في واحد المرضى راه نيت الأدمين بوشرة، راه صيفط لها الفوطو ديالي كيفاش كنت وكيفاش وليت، راه هي براسها تصنات أخويا. تمنى الأدمين تصيفطو منا. دابا بسبب أمومة أخويا بدر درت واحد الحاجة في الحياة ديالي، البنادم ما تيقش فيه، وديما ندير بأن الإنسان العدو ديالك، يعني إلا كنتي غتعامل معاه تعامل معاه في الحدود. ونزيد لك خويا بدر شتي فاش كتاني كتشد طريق الله، وكتعرف واحد الحياة، يعني راه واخا هكا غير خديت استفدت منهم بزاف خويا، وخديت بزاف الحوايج ايجابيين. اول نقطة ايجابية وهي التقرب من الله، ان فوا خويا بدر تقربت من الله اقسم برب الكعبة، فتح واحد الحياة ولات عندي سبحان الله ميسر، اي حاجة ولات كنحط فيها ايدي كتمشي، حتى البروجي ديالي خويا بدر ولا غادي في واحد تطور اللي كبير بزاف، لدرجة ما بقيتش دير ما بقيتش دير. صفطوا لي الخدمة ديالك و اخويا بدر، لدرجة خويا بدر اقسم بالله خويا بدر، لدرجة كتكون غادي واحد الحاجة ما بقيتش دير، انا غير تريتور عادي، رديت اسوسيتي، يعني الدراري كلهم معايا ديك لا ريسبون فلاسينيسيس، يعني الحمد لله. علاش فاش كتشد واحد الطريق ديال الله اقسم بالله ربي ما كيخيبك، بفضلهم هما خويا بدر واخوك، بفضلهم هما ختمت القران، اقسم بالله بفضلهم هما كنقول دابا ما خصنيش نبين لهم هذاك الضعف وهذيك، لانني زعما راه طيحوني، بالعكس خديتها عزيمه واراده، بسببهم هما ختمت القران، بسببهم هما مشيت للحج ما شاء الله.
درجة أقسم بالله أخوي بدر، ما بقيتش كنقول غادي نمشي نتعرف على شي إنسانة يعني اللي نكمل معاه حياتي، ونخاف تغدرني. حتى جات واحد الإنسانة اللي بدلت لي حياتي كاملة، ده حتى هي صدفة تعرفت عليها غير في واحد المناسبة، يعني خدام فيها، تبالي الإنسانة المواصفات اللي كنت كنقول بغيتها في بنت، في هذيك المرأة تكون مرتي، وهذه بغيتها هي. ما كتبش عليك خويا بدر، كنت ما نطيحش في هذيك نفس الخطأ ديال لا نتعرف عليها ونريح معاها ونخطبها ونخلي واحد المدة حتى باش نتزوج. بالعكس أخويا بدر، تعرفت عليها لمدة ديال 15 يوم، مشيت خطبت السيدة، خطبتها، درنا خطبة عادية، يعني الخطبة اللي كيعرفها كل شيء. حتى العرس أخويا بطل ما درتش عرس اللي كبير، تزوجنا درنا يعني خطبة صغيرة، عرس ما بين العائلات، يعني غير قلتي غير بالطلبة، ما كان لا موسيقى لا والو. الحمد لله أخويا بطل رزقني الله هذيك الإنسانة، ما عمرني نسى خيرها، يعني دابا هي حتى الآن صابرة معايا، هي دابا حاملة إن شاء الله في شهر 7 خويا ما بدر. شاء الله. أقسم بالله اللي هي اللي خلات بدلت لي واحد الفكر ديال فاش كيرزق الله واحد الإنسانة، واحد البنت الناس، واحد إنسانة طيبة. والله أخويا بدر تكت يعني فاش كتجي كتدخل كتستقبلك بواحد الابتسامة وبواحد الرق ديال درجة، وليت كنقولها يلا معايا تمشي معايا، زعما تفوجي يعني انا كنمشي للعراسات، يلا وقفي معايا يعني نخدمو بجوج. كتقولي شوف انا دايره فيك واحد الثقة، ما شاء الله. ودايره فيك بانك غادي تمشي، غتمشي على اساس الخدمة، ما تمشيش على اساس زعما غادي تفلا ولا غادي تمشي وتخرج هنا. الله يجعلني اخويا بطر دابا حاليا سيمانة ما نجيش للدار، عارفة مع من يعني داير في واحد ثقة عمياء. والحمد لله أقسم بالله أخويا بدر راه حياتي كاملة تبدلت بفضل هذا الإنسان. واخا دابا حاليا وليت كنقول نخرج من الوالدة من هذيك الدار ونجيب نشري شي أبارتمون وتسكن حدايا، فما كنجبد مع الموضوع كتقولي لا ما يمكنش نخلي الدار المرحوم كنشم فيها ريحته. دابا انا حاليا بيت مع الوالدة يعني، ما شاء الله. وهما انفاس معايا يعني، مع اول غادي اخويا بعد نصلي الفجر ونخرج باش ما نتلاقاش معاه. زكريا، هو يا اخويا بعد، عرفتي شكون هو اكثر انسان تجي فيه الدقه؟ هو يا اخويا هو داك اللي تيكون قلبه زوين، ولكن ربي 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 قال لك واحد الحاجه زوينه، منيتي يغلب، وخي اجتمع الانس والجن باش يضرك ما يضركش واحد الا باذن الله، ياك. نعم خويا، زائد واحد الحاجة، انت بينتي بانك راجل وولد الناس، يمكن في الدنيا اداوك وقالك الله عز وجل كون كنتو تتعلموا علم الغيب لتمنيتو هادشي اللي نتوما فيه، هاد غادي يوصل واحد النهار اللي غتقول الحمد لله حيت داروا لي هكا، وتاخدها لهم من حسناتهم. بالعكس، انا نكون في بلاصتك غنكون فخور براسي، حيت طلعت راجل ولد الناس في الزمان اللي قللوا فيه الرجال وولاد الناس. بالعكس، كاين بعض الامور ما نشوفهمش راك خاسر، والله ما خاسر، هما كاع الناس في لي كومونتير تيحيوك وتيحترموك، وحنا ما شفناكش بانك خاسر، شفناك راجل، وهذه بالعكس تعني الكثير. ونهار تشوف وجهك في المرايه، بالعكس بالعكس، غنقول لك واحد السؤال. نعم خويا باد، شكون كنتي تفضل يبانوا على حقيقتهم قبل ما يتزوج، ولا حتى تتزوج بها تعرف على حقيقتها؟ شي ربي أقسم شحال كبير. بالله أخوي، لا ما أقسم بالله أخوي باطر، حتى قلتها قلت الحمد لله بعد. شي ربي شحال تيبغيك، شي ربي شحال تيبغيك.
انت كنت معلق بواحد الحاجة وربي كان عارف انه ما فيهاش خير ليك. تجينا قاصحة، ولكن واخا قاصحة بعض المرات تيقول لك الدواء اغلبية ديال الدواء مصنوع من السم. شي الا مشيتي لافارماسي غادي تبان لك هذيك الافعى ولا مفساشيه باش يعطيوك الدواء، غتلقى بانها مرسومه واحد الافعى، لان اغلبيه ديال الدواء تيكونوا مصنوعين من السم. يعني بعض المرات حتى هاد المشاكل واخا تيكونوا قاصحين تيكونوا دواء ديال بزاف ديال الحوايج، ربما كان ربي مخاصو يدوزك من هاد الدرس هذا، لانه غيكون علمك بزاف وغيكون قواك بزاف. ربما غتشوف راسك بانك ضعافيتي، ولكن تنظن انه تكون تعلمتي بزاف ديال الحوايج ونضجتي، والحمد لله. وحاجه واعره وعجباتنا عرفتي شنو هي؟ هي ان ربي عوضك خيرا بنت الناس، ربي عوضك خير. والله خويا بعض الشيء نقولها، ما عرفتش نقول الحمد لله مني ما درت شي حاجه اللي ندم عليها. عرفتي شنو هي الحاجه اللي خيبه؟ اخيب حاجه في الدنيا هي واحد يضرني ونخليه يستمتع باللذة ديالو بأنه ضرني. لا، الحياة تتعاش مرة واحدة أخويا زكريا، بالعكس أنت خاصك تدوز وتشوف فيهم ورافع راسك، وخليهم هما اللي يدوزوا حنين راسهم وما يتمنوش يشوفوا تجي عينيك في عينيهم. خليهم يتمنوا وما تجيش عينيك في عينيهم، ما يشوفوش ديك ما صدقتوش أنكم طلعتوا لا شيء رخاص كنا حاطينكم تاج، ولكن دابا راكم في الرجلين. بالعكس انا نقول لك واحد الحاجه، خرج وشو تفضل. اقسم بالله حتى المهدام قالت عليها، قالت لي شوف في الزاد عندنا البنيه عيط لهم الاسبوع ودير شي اسبوع اللي تخلي كل شيء حال فمو وعرض عليهم، يعني ما تبينش لهم هذيك النقطه ديال الضعف. وكنقول اللي شفتهم يعني كعرف واحد الانسان مازال، اقسم بالله اخويا باطل فمازال حقد عليهم لحد الان. يعني تخيل معايا خويا بدر، اقسم بالله يعني غير دابا شي 3 جوغ هادي دخلت جوجل فوتو ما هبطت لتحت ما يطلعوا لي لي فوتو ديالهم مع بعضياتنا خويا. يعني صار بحال زاد ذاك الحقد. زكريا نهار تنبغيو نداويو شي حاجة تنبغي نداوم، شي حاجة تنحيدوها في مرة، ماشي تبقاو نخبشو مثلا عندنا شي جرحة نبداو نخبشوها حتى تبغي تبغيو نطلعها، لا، تنطويو الصفحة تمسحو كل شيء بماضيهم بحاضرهم بمستقبلهم. تتولي كأنك واحد الشخص عمرني عرفتك، تتولي غريب. بالعكس أنا تنظن اللي خاصو يكون مؤلم ماشي هو أنت، اللي خاصو يكون مؤلم هما. وعمرك غتعرفهم. شوف عندك اصحاب كيكونوا فرحانين في حياتهم وسعيدين، لا 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 لا، ربي عادل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا لا لا، واش ربي ما عانش بهذا الالم اللي داروا لك؟ زعما ربي راه ما شايف شنو الواقع ليك؟ زعما ربي ما حاسش بيك؟ حاشا والله، ربي لا النمله وعارف شنو بيها، حراك انت اللي عبد. وقال لك كرمت بني آدم على سائر الخلق وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. شوف نعطيك واحد النصيحة أخوية، كمل في طريقك. بعد المرات ما خصناش نرجعوا للور ونشوفوا في اللور، متي كاينين بعد الناس ما يستحقوش حتى نذكروهم. هتقول لي صعيب؟ لا ما صعيبش، ما صعيبش. نهار اللي تنولي نعطي القيمة لنفسي وتنعتبر بأن داك اللي كنتي قدامي بأنك ما بقيتيش لا شيء، ما تنشوفكش، انت ماشي من المستوى ديالي ومن القيمة نفسي. انا مجرد غير نفكر بيني وبين راسي راه غلط، نفكر فيك غير بينك وبين راسي راه غلط. اسمح لي انا شي حاجة غالية. بالعكس انا نولي نقول لك خرج وخليهم هما اللي يتخباو ويحنيو ريوسهم. بالعكس انت نهار تخرج خرج وهز راسك، حيت انت راجل وولد الناس، وقول الحمد لله اللي ربوني والدي احسن تربيه. وبالعكس كون فخور بنفسك، وهما نهار تشوف فيهم شوف فيهم شوفه ديال الشفقه. الحمد لله مني الفلوس بينات الواحد على حقيقته، والحمد لله مني بانوا في الاول على حقيقتهم. وانت نعطيك واحد الوالده ديالك عايشه ياك الله يخليها لك،
خويا بوز. وسير بوس للوالده راسها وقول لها شكرا الوالده حيت دعاوك تيتقبلوا. الوالده ديالك ما تكون خارج من الدار تقولك سير الله يبعد عليك ولاد الحرام، والحمد لله ولاد الحرام راه بعدوا منك، ما خاصكش تحزن حيت اقسم التمر ديال بالله الوالدين. انا دابا حاليا تخيل معايا خويا بعض المليقه فاشل، بعض المرات كنريح مع راسي وكنت فاكر هذيك الكلام اللي كنت كنقول لها في هذيك الحال اللي كنت وصلت ليها، يعني لدرجة وليت كنقول الله يسمح لي، وليت كن داير تمي سبيشة في واحد في هذيك الأيامات اللي كنت صافي داخل فيها في واحد المرحلة ديال درجة. دابا خويا بدر اقسم بالله يعني صيفتها للحج وجوج عمرات وكل اين فوا كتقوليها والله ما خرجت مش هاد لك المقام كنصيفطها. والله يخلي، شوف الله يخليها تشوف راسك والله اخويا غير باش تسمح لي، وكنقولها نقولها ماما سامحتي ليا في ديما في منجا عندها سامحتي ليا، قولي انا مسامحه لك دنيا واخر، ما عمرني زيت ولو شويه من الحقد من جهتكم لا انت لا اخو. زكريا نصيحة أخوية، احنا كاملين يمكن حسينا بيك وحسينا بالوضعية اللي فيها، مي أنا تنشوفك ما تستحقش هادشي أنك أنت تظلم نفسك، ماشي هما اللي ظلموك، دابا أنت غتظلم راسك إلا بقيتي تفكر في الناس وهز الحساب الناس ما يستحقوش. الحياة تستمر وفوق ما تحس بهاد الضيق هادي تفكر بأنك تعيش غير مرة واحدة، وشحال خايبة أنك تعيش أجمل أيام حياتك تردهم حزن على الناس اللي ما يستحقوش، بالعكس غطوي الصفحة وتبدا من العنوان. الحمد لله ربي رزقك بنت الناس، ان شاء الله ربي يرزقك بشي وليد الله يكبرو في عزك وتولي حياة واحدة اخرى ورتب عاوتاني اوراقك وبدا ما يستحقوش وخلاصة. وكاع الناس في لي كومونتير كذلك كلشي تيقول لك هز راسك وما تسوقش ليهم، وبالعكس ارجع ديك الابتسامه، حيت كاينين بزاف ديال الناس مستنين منك ديك الابتسامه اللي فجاك اللي هما امك وعائلتك والناس اللي تيبغيوك، فهمتي؟ والله خويا بدر دابا حاليا كنخرج قدام الناس اقسم بالله ما عمر الابتسامه خطات وجهي، كندخل كنمشي الناس كاملين يستقبلوا بالابتسامه فاش كنريح مع راسي. دابا حاليا دابا انا حاليا ما بعيد على ماني الدار سد لي في بيتي بوحدي مع بيت عند الوالده، اقسم بالله خويا بدر كريه دابا عطي اقسم بالله انفو صيفطات لي الاستاذه بوشرى قالت لي واش مازال بغات تطلع معانا صافي تما، وانا نبدا نتفكر يعني قلت والله تنطلع ونعاود قصي مخوي قلبي يمكن كنتي محتاج عطي دابا خويا بدر جات ديك الفرصه فين تخوي كاع داكشي اللي ضرك. اقسم بالله دابا خويا بدر كنحس بواحد الراحه الكبيرة بزاف درجة ذاتي كاملة تقالت علي ما شاء الله. وباش تعرف واحد الحاجة اللي زوينة بزاف، تخيل معايا دابا شحال من واحد غيدعي معاك، لي كومونتير كاملين الاخوان تتمنى من اي واحد يتفرج تيسمع القصة ديال زكريا كل واحد يخلي ليه شي دعوة. انا نظن هذه احسن حاجة تيقول لك غير بعين دعوة ديال الغائب مستجابة، وتخيل دابا هادو اللي تيتفرجوا من بعد مني تيتقطع اللايف الصباح وفي العشية وتيبقى هاد اللايف هذا دائما الناس تبقى تدعي معاك، الآلاف ديال الناس غيدعيو معاك، كلشي دعي مع ربي يفاجئ عليه وترجع ديك الابتسامة خارجة من القلب، وإن شاء الله دائما نسمع عليك غير الخير زكريا ونقولها لك آمين. كون فخور براسك، وحاجة زوينة أنك تكون ولد الناس في الزمن اللي ولاو فيه المنافقين والناس اللي ما تيخافوش الله، بالعكس انا نشجعك تبقى هكا ودير في بالك ان مني اللي غيغلب وان شاء الله انت اللي غتغلب. هذاك الشيء اللي كاين اخويا بدر شكرا لك بزاف، شكرا ما شاء الله كل شيء تيدي معك كل شيء تيدي معك زكريا الله يحفظك اخويا بدر في هذه الليله المباركه وفي هذه العشر ايام طول الحجه الله يسهل على اي واحد والله يا ربي تحقق لاي واحد اي حاجه كيتمنى ويحرر اخواننا في فلسطين. اللهم امين. اللهم انصرهم على القوم الظالمين. اللهم امين.
ويرحم شهداءنا يا أرحم الراحمين، اللهم وصلى آمين. الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. شكرا لك خويا بدر بالعكس، بزاف، ما شاء الله كل والمريض شيء.